لجنة التحكيم والسادة الحكام والسيدات بطبيعة الحال وللتواصل والنقاش كما قلت هادي الصريح بمعطيات مدققة عن كل ما وقع خلال الشطر الأول من البطولة بإيجابياته وهي متعددة ولكن بسلبياته أيضا وهي متعددة أيضا. وكل هذاك يهدف إلى خلق الفضاء المناسب لتجاوز هذه التعثرات والرقي بالتحكيم المغربي في إطار تطوير منظومة الكرة القدم بشكل عام، واللي كنعتقد بأن منظومة أو جهاز التحكيم يشكل إحدى دعائمها الأساسية. لا أنا كنعتقد بأنه الفار اليوم في كرة القدم، وانتم كتبعون النقاشات اللي كدير الفيفا مع كل الاتحادات الوطنية سواء في مراكش أو منذ البارحة في إسطنبول، فاليوم الفار أو إدخال تقنية الفار ليس خيارا بل أصبح ضروريا، يعني وكأننا نناقش واش غادي نطبقوا واحد القانون ولا واحد المعطى معين في كرة القدم. هو عنده متطلبات لأنه كاين حضور أكبر للحكام، ولكن إيجابياته بطبيعة الحال غيعطي الفرصة لأكبر عدد من الحكام للممارسة ويختح فضاءات مهمة. ثم التقنيات نتاع التصوير، أعتقد بأن البطولة الوطنية اليوم بالمجهودات المسترسلة التي بذلتها إذاعة والتلفزة المغربية لنقلها جميع المباريات نتاع القسم الأول مباشرة اليوم بدعم هذا العمل سنكون يعني في مستوى إنجاز هذا التطلع المستقبلي وبإمكانات محدودة جدا. العمل اليوم مستمر تنسيق كامل مع الفيفا، ولكن شرط لا محيد عنه منذ إن شاء الله انطلاق ومع انطلاق البطولة في السنة المقبلة. منظومة التحكيم، واليوم الكل مجتمع هنا للمناقشة بهدوء وبصراحة وبموضوعية وبمسؤولية ما يمكن العمل أولا للوقوف على العمل اللي تقوم به الحكام وهم مشكورين وهي إيجابيات متعددة، ولكن كما قلت بأن السلبيات موجودة أيضا وهي متعددة، وعلينا جميعا وهي مسؤولية مشتركة أن نتجاوزها في أقرب الأوقات وبسرعة كبيرة حتى يسير تحكيمنا أولا في نفس الدينامية التي تعرفها كرة القدم الوطنية، ولكن أيضا لفرض حضور أقوى وأكثر تشريفا لبلدنا على المستوى القاري والدولي. الخامس في الأسابيع المقبلة، يعني مع نهاية الموسم إن شاء الله ستكون الملاعب تاع القسم الوطني الأول في ظروف تسمح ب تطوير ماشي التطبيق بتطوير تقنيات النقل التلفزي، وهي فرصة أيضا لنشكر جميعا المجهود الجبار التي تقوم به التلفزة المغربية. اليوم نحن من البلدان القلائل على المستوى القاري والأفريقي والعربي لكل مباريات تنقل مباشرة وبتقنيات متطورة، ومع تطويرها بشكل أفضل ومع وجود الحمد لله اليوم نخبة من الحكام سواء المجربين والشباب سنكون في ظروف يعني كافية وقابلة لتطبيق الفار مع نهاية مع انطلاق البطولة إن شاء الله.